وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة في ثلاث كلمات، في ما أخبر به معاذ رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاثة جمل، هذه ثلاث جمل كل جملة منها أصل وأساس يدرك به الناس سعادة الدنيا وفوز الآخرة، يدركون به صلاح ما بينهم وبين الله عز وجل، وما بينهم وبين الخلق. فإن صلاح حياة الإنسان لا يتحقق إلا بهذين الصلاحين، لا يمكن أن ينعم الإنسان ويسعد إلا بطيب صلته بالله وطيب صلته بالخلق. متى نقص صلاح ما بينك وبين الله، أو نقص ما صلاح ما بينك وبين الخلق، دخل عليك من النقص في حياتك بقدر ذلك، وبقدر ما تحقق الكمال والتمام في صلتك بالله وفي صلتك بالخلق تنال السعادة والطمأنينة والحياة الطيبة والانشراح والبهجة والسرور. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيش؟ حياة طيبة. هذا هو الأجر والجزاء المعجل في الدنيا قبل الآخرة لمن آمن وعمل صالحا. والإيمان صلاح القلب، والعمل الصالح صلاح العمل الظاهر، وبهما يكمل صلاح ما بينك وبين الله وصلاح ما بينك وبين الخلق.